فلدى قيامكم بالضغط على زر مان الموجود على جذع الجهاز أو لدى قيامكم بالضغط على رمز البحث اليدوي الموجود على التطبيق سوف يتم تفعيل الضوء الأزرق الصغير الموجود على الزر. سوف يتم فتح النافذة بنفس الوقت على التطبيق تظهر لكم فيها ماهية الأمور التي يتوجب عليكم القيام بها قبل البحث. يتوجب عليكم دخول معلومات نقطة البداية ووجهة المسح وتسلسل المسح وعدد إشارة الضربات وفق حجم المكان الذي تجرون عليه عملية المسح على النافذة التي تم فتحها. عدد إشارة الضربات: قوموا بالدخول بعدد إشارة الضربات للمقاسات التي سوف تأخذونها بحيث يقوم بتحديد كم إشارة في كل دور. يمكن تقليصها عن طريق رمز الناقص ورفعها عن طريق رمز الزائد. يجب أن يكون المسافة ما بين كل إشارة 30 سنتيمترا، ففي حال إذا قمتم باختيار عدد 10 إشارات الضربات يتوجب عليكم تشكيل خط بحث يبلغ طوله 300 سنتيمتر أي 3 أمتار. فعدد إشارة الضربات التي تم الدخول إليها فسوف تكون سارية لكل خط تجرون عليه البحث. تسلسل البحث: يتوجب عليكم الدخول لهذا القسم من أجل تحديد تسلسل عملية البحث وفق حجم المكان الذي تودون القيام بإجراء عدد تسلسل المسح فيه. يتوجب أن يكون هناك بين كل تسلسل مسافة تبلغ 30 سنتيمترا، ففي حال تجاوزتم 10 تسلسلات سيكون قد تشكل لديكم خط بحث يبلغ مساحة 300 سنتيمتر أي 3 أمتار وفق عدد إشارة الضربات التي قمتم بالدخول فيها. ففي حال إذا انتهت إشارة الضربة التي قمتم بها سوف يتم الانتقال إلى تسلسل البحث الذي يليه. وجهة المسح: يتوجب عليكم البدء من نقطة البداية والانتهاء عند نقطة النهاية كما يظهر في جرافيك المسح. يمكنكم القيام بإجراء بحث متعرج أو بشكل متوازي. يتوجب عليكم الانتقال إلى تسلسل أو دور المسح الذي يليه لدى انتهاء وإتمام عدد إشارة الضربة التي دخلتموها في كل تسلسل أو دور. لا يتوجب تجميد وجهة جهاز وآلة القياس. نقطة بداية المسح: يمكنكم البدء بالزاوية السفلية اليسرى أو الزاوية السفلية اليمنى بنقطة بداية المسح. من أجل ذلك يتوجب عليكم اختيار الزاوية اليمنى أو اليسرى من نقطة البداية. ففي حال إذا بدأتم البحث من الزاوية السفلية اليسرى يتوجب عليكم البدء في عملية المسح اللاحقة بالطرف الأيمن. ففي حال إذا كان خياركم في الزاوية السفلية اليمنى يتوجب عليكم الاستمرار في المسح القادم على الطرف الأيسر منكم. بعد القيام بإجراء كافة عمليات الضبط قبل البحث قوموا بالضغط على زر البدء الموجود على القسم الخلفي الموجود على الجهاز أو اضغطوا على زر تمام الموجود على التطبيق ليتم البدء بنقل المعطيات يدويا. يتوجب عليكم القيام بالضغط على زر بدء التشغيل الإشارة الموجودة على القسم الخلفي من الجهاز من أجل إشارة كل ضربة في كل خطوة في البحث اليدوي. فكل صوت إشارة أو كل مربع يتم تشكيله في الجرافيك يساوي عدد إشارات الضربات. يتوجب عليكم الانتقال إلى الخطوة التي تليها بعد التقدم 30 سنتيمترا بين كل إشارة من إشارات الضربات. على سبيل المثال ففي حال إذا كنتم قد دخلتم عدد إشارات الضربات 10 ففي كل دور أو تسلسل يتم خط 10 إشارات بحيث يتم التقدم بعشرة خطوات إشارة. فلدى إتمام عدد إشارة الضربة التي دخلتموها في الضبط قبل البحث يتوجب عليكم الدخول إلى تسلسل البحث الذي بعده. يتوجب عليكم الضغط على زر إرسال الإشارة في الطرف الأمامي من أجل كل عدد إشارة الضربات. ففي حال إذا لم تقوموا بالضغط على الزر فلن يتم تحقيق إرسال الإشارة. سوف يستمر أخذ المعطيات لدى قيامكم بالضغط على زر بدء التشغيل. هذا الإجراء سار من أجل إرسال أي إشارة. يتوجب عليكم إتمام تسلسل البحث وعدد إشارة الضربة التي دخلتموها في البحث اليدوي. بعد إتمام تسلسل البحث الذي تم الدخول فيه بالربط بعدد إشارات الضربة سوف يتم الخروج من وظيفة البحث التلقائي في جهازكم وسوف يظهر على النافذة سؤال فيما إذا كنتم تريدون تسجيل المعطيات التي تم الحصول عليها أم لا من قبل التطبيق. ففي حال إذا اخترتم خيار كلا فلن يتم تسجيل المعطيات التي تم الحصول عليها وسوف تختفي هذه المعطيات تماما لدى قيامكم بالانتقال إلى البحث الذي يليه أو لدى إقفال التطبيق. لا تنسوا يتوجب عليكم القيام بالتسجيل من أجل عدم فقدان ومن أجل عدم مسح المعطيات التي تم الحصول عليها. يتوجب عليكم اختيار خيار نعم من أجل تسجيل المعطيات التي تم الحصول عليها.
قوموا بعدها بتسجيل اسم الملف الذي يتناسب مع عملكم على ما يتم ظهوره على النافذة بعد إتمامه. فأي من المعطيات التي قمتم بتسجيلها تستطيعون فتحها والتدقيق فيها بالضغط عليها. فبعد قيامكم بإجراء عملية التسجيل أو بالضغط على زر الإلغاء دون إجراء التسجيل أو الحفظ، تستطيعون الاستمرار في التدقيق في شاشة الجرافيك. ففي حال إذا أردتم إنهاء البحث قبل إتمام تسلسل البحث الذي دخلتموه، يتوجب عليكم القيام بالضغط على زر باك، أي الرجوع الموجود على الجهاز. فلدى قيامكم بالضغط على الزر سوف يظهر على شاشة التطبيق حوار تسجيل المعطيات. ومن أجل التسجيل وحفظ المعطيات التي تم الحصول عليها، قوموا باختيار خيار نعم، وفي حال إذا أردتم الخروج دون حفظ المعطيات اضغطوا على خيار كلا.